معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من باريس السياسي العراقي السيد أمير المفرجي. مرحبا بك سيد أمير. مجلة ذا أتلانتيك ذكرت في تقرير لها أن واردات العراق النفطية في عامين تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، أين تذهب هذه الموارد والأموال في ظل الواقع المعيشي المتردي في العراق؟ مساء الخير. مساء النور. العفو بالنسبه للحادث، حادث السكايب انقطع وهسه رجع مره ثانيه، ولكن مع الاسف يعني نعم. اصبح الوقت متاخر. نعم نسمعك جيدا. نعم تفضل. شيء طبيعي ان العراق هو من اغنى دول العالم، لقد من العراق والعراقيين بثروه يعني طائله تكفي يعني بناء وازدهار بلاد كبيره اكبر من حجم العراق بمئات المرات. ولكن المشكلة تأتي في أن العراق وقع في مأزق، وهو مأزق وجود سراق ومؤسسات تسرق المال العام، وتذهب هذه الأموال إلى البنوك الخارجية وإلى من جاء بهؤلاء إلى الحكم. مسألة البطالة في العراق ومسألة انعدام يعني العيش الطبيعي للإنسان العراقي هي نتيجة طبيعية لهذه يعني المؤسسات التي لم تأتي لبناء وطن، ولكن أتت لفكرة واحدة في رأسها وهو سرقة الأموال، لأنها تعرف بأن البلد العراق هو بلد غني وبلد يعني عائم على بحيرات من النفط. وعندما جاءت هذه المجموعات جاءت لتنفذ مطامع شركات أجنبية خارجية، نعم. ولم تفكر بالشعب العراقي التي يعني كذبت عليه وقالت له بأننا سوف نجعل من العراق جنة كدبي ودول الخليج العربي. الحكومة في بغداد يعني تسوغ سوء الخدمات وتتذرع بحربها على الإرهاب، هل هذا التسويغ مقبول برأيك؟ لا، هذه حجة، يعني الحجة بسيطة، هي يعني وجدت شيء يعني تستطيع به من خلاله الخروج من هذه المحنة، حجة داعش وحجة يعني الإرهاب وحجة داعش لم تكن موجودة قبل سنتين. داعش عندما جاءت واحتلت الموصل لم تكن منذ 2003. هناك أموال طائلة سرقت من قبل شركات يعني لها صلة بلصوص وبلوبيات موجودة داخل المؤسسات التي جاءت للعراق. ليس هناك أي يعني حجة أو عذر صحيح، ولكن هذه الحجة تستعملها للبقاء وللكذب على العراقيين، لأن العراقيين عرفوا بأن العراق هو بلد يعني يستطيع أن يكون بمستوى دول الخليج، ولكن المؤسسة السياسية التي جاء بها الاحتلال قد سرقت وقد يعني ذهبت هذه الأموال إلى ميليشيات، وذهبت هذه الأموال إلى أشياء وأسلحة لم تستخدم من أجل ازدهار العراق، ولكن من أجل تفريق شعبي، ويعني جعل الشيعي يقتل السني والسني يقتل الشيعي. لهذا وصلنا إلى مرحلة في يعني نستطيع أن نقول بها أن أموال العراق لم تذهب لبناء العراق، ولكن ذهبت لقتل العراقيين. نعم، يعني أيضا برأيك ما أثر الأداء الحكومي على قطاع الصحة وسط شكوى المواطنين من نقص أدوية الأمراض المزمنة وغلاء أسعارها؟ أستاذ، لا يوجد في العراق أو لا توجد في العراق رؤية وطنية لمعالجة يعني آهات الشعب العراقي، إذ كانت بالنسبة إلى الأمراض أو بالنسبة إلى الحالات الاجتماعية. ليس هناك خطة سياسية، ليس هناك يعني إحصاء سياسي يستخدم لبناء العراق وعلاج ويعني الدفاع عن مواطنيه. إذا كيف تستطيع أن تبني وتعالج المواطن العراقي بدون وجود خطة أو إحصاء سياسي اقتصادي واجتماعي يستطيع من خلاله الوزير والدكتور أو المدير المستشفى في أن يبني خطة وكما يعمل بها في الدول المتقدمة؟ من أجل ذلك يعني عندما نعمل من أجل ذلك العراق يتصدر قائمة دول الأكثر فسادا في العالم. وفي ظل هذه الأوضاع اللجنة المالية البرلمانية في بغداد تحدثت عن عروض توظيف وهمية من بعض الأحزاب، إلى أي مدى تشارك هذه الأحزاب
في زيادة معاناة المواطنين والوضع الاقتصادي المتردي. شيء طبيعي. الأحزاب، هذه الأحزاب التي تفضلتم بذكرها قبل في هذه اللحظة، هي الأحزاب التي سيطرت على المشهد السياسي العراقي في الوقت الحاضر، وعن طريق هذه الأموال التي سرقت من العراقيين استطاعت هذه الأحزاب أن تشتري وأن تبني لها يعني جدارا عازلا تستطيع من خلاله البقاء في الحكم. إذا هذه الأموال التي يعني تكلمنا عنها قبل قليل والتي سرقت من الشعب ذهبت إلى جيوب الأحزاب المتنفذة في العراق، ومن خلال هذه الأحزاب المتنفذة ومن خلال هذه الأموال الطائلة استطاعت هذه الأحزاب أن تصمد لحد الآن بواسطة هذه الأموال التي يجب أن تكون يعني كانت أن تكون أن تذهب إلى الشعب العراقي لبنائه بعد الاحتلال، خصوصا بعد أن وعدت الإدارات الأمريكية ببناء العراق على شكل ديمقراطي يشبه الدول التي يعني ساهمت في بنائها في آسيا. ولكن المؤسسات السياسية والاقتصادية العسكرية هي مؤسسات فاسدة، والولايات المتحدة على ما يبدو تعرف جيدا بهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك سيد أمين المفرجي الباحث السياسي العراقي من باريس.